بيقول انستغرام يواصل حربه على سناب شات بمزايا مذهله. نعم. تواصل شركة انستغرام التابعة على شركة فيسبوك حربها على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات بعد إعلانها إضافة خدمة جديدة أو هي موجودة على التطبيق الأخير، وهي إمكانية إضافة فلتر الوجه عن طريق الكاميرا. وتستخدم فلترات الوجه لإضافة الرسومات إلى صور السيلفي، وإضافة انستغرام خدمة إضافتها إلى الكاميرا الخلفية أيضا، ويمكن أيضا إضافتها إلى الفيديو وإرسالها إلى الأصدقاء أو نشر على التطبيق مباشرة. وأضافت الشركة عدد من الأدوات الإبداعية، منها وضع الإعادة إلى الوراء أي نشر فيديوهات بالاتجاه المعاكس لتصويرها، مع إضافة ملصقات للهاشتاج، وأضافت ممحاة لمسح ما يكتبه المستخدمين على الصور أو استبدالها بشيء آخر. وقد انتقدت شركة فيسبوك الأم قيام انستغرام بنسخ عدد من ميزات سناب شات، على الرغم من أن الأخيرة تجاوزت سناب شات بعدد من المشتركين. ابتكار عايزين يصلوا به للدهشة من خلال التنافس. صح، واضح أن التكنولوجيا مهمة جدا في ذاك العالم. هو تنافس على أنهم ينتجوا برامج أو مزايا لمواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في تنافس كبير جدا من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي نفسها. مهمة عندهم بدرجة كبيرة. سوق كبير. صحيح. صناعة.